حياكم الله. هي مشكلة يرتبط ظهورها واسمها بمرحلة الشباب، إلا أن أثارها قد ترافق الشخص مدى الحياة إذا لم تتم معالجتها بشكل جيد. حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً، وتظهر غالباً في فترة المراهقة وحتى 25، إلا أن ذلك لا يمنع إصابة بعض الأشخاص بها في عمر أكثر تقدماً نتيجة اضطرابات هرمونية. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سالم عنتابي، أخصائي الأمراض الجلدية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. دكتور، يعني أحب الشباب من أكثر الأشياء اللي يعاني منها أو كلنا عانينا منها في مرحلة من العمر، بالذات مرحلة المراهقة، بحيث أنها تكون تطلع بشكل كبير وتكون يعني ممكن تسبب أثار وتشوهات، وكثير من الناس يحاولوا قد ما يحاولوا يعالجوها خصوصا في هذه المرحلة، إلا أنه علاجها صعب شوية وياخذ بعض الوقت. يعني ايش اسباب يعني ظهور هذه الحبوب في غير هذه المرحلة؟ هلا بصراحة موضوع ظهور حب الشباب مرتبط بالإفراز الدهني والغدد الدهنية. اول شيء الوراثة، عدد الغدد الدهنية بالجسم واحد عند كل الناس، لكن بالوراثة يختلف الحجم ويختلف النشاط. قبل البلوغ بسنة نتيجة الأندروجينات عند الذكر والأنثى بيزيد هالإفراز، الغدد كل ما كبر حجمها كل ما كانت مهيئة لتفرز أكثر نتيجة التحريض الأندروجيني، فبيظهر حب الشباب. طبعا حب الشباب له أشكال وأنواع كثيرة. تحت الست حبات بالوجه منقول ما في مرض. طبعا إمتى منفكر نعالج حب الشباب؟ لما بيكون العدد فوق 5 لـ6 حبات، لما بيكونوا ملتهبين، لما بينتشر غير الوجه، احيانا ممكن ينتشر على الظهر، مثل ما قلت لك يبدا قبل البلوغ بسنه تقريبا، وفتره المراهقه بيكون العدد طبعا اكثر الناس بيصابوا بفتره المراهقه، لكن ممكن يظهر باعمار متقدمه 40 و50 و60 ما له. يا ريت يظهر دكتور الان، ما راحت علينا. دكتور، هل هي يعتبر مرض كحب الشباب ام حاله عابرة، حالة جلدية عابرة، بأنه يعني هناك ترسبات دهنية ولكن البعض قد يظهر منه دم، قد يلجأ إلى فق هذه الحبة وبالتالي تتطور وتترك آثار؟ الحقيقة الحالتين ممكن يكونوا صحيح، يعني أحيانا ممكن يظهر بشكل عابر، لكن كتير مهم ننتبه أنه حب هالشباب لما بيظهر عند خلينا نقول صبية بعمر 20، هل ترافق ازدياد أو ظهور حب الشباب مع ازدياد بالأشعار بالجسم؟ هل ترافق مع بدانة؟ هل ترافق مع خفة أشعار الرأس؟ هون نحن بدنا نفكر الطبيب بده يطلب شوية تحاليل ويفكر بمشاكل هرمونية مرتبطة بالمبيض. ليش؟ أحياناً لأنه أحياناً الصبية اللي عندها PCO يعني أكياس على المبيض، هذا بيزيد الأندروجين بالجسم، فشو بيعطي؟ أهم أعراض ظهور حب الشباب بالوجه، تساقط الأشعار وزيادة أشعار الجسم مع بدانة وخاصة في منطقة الجزع. هون بدنا ننتبه كتير لهذا الموضوع. أحيانا في حالات نادرة كتير عند الذكور مثلا ظهور حب الشباب فجأة، كتير أحيان مؤشر لمرض، أحيانا مؤشر لمرض ما بنقدر نقرر، لنطلب تحاليل هرمونيه، في تحاليل معينه بنطلبها، في ارقام معينه، اذا ارتفع هالهرمون لها ممكن نحن نروح لمرض بالكظر، غده الكظر اللي هي مسؤوله عن افراز هالاندروجينات. طبعا احيانا ظهور حب الشباب ممكن انت تفكر بدواء عم ياخده، احيانا بتجي الصبيه فجاه، انا فجاه طلع حب ما كان عندي بال 25 بال 30، هون انا بدي افكر بالامراض الهرمونيه المتعلقه بالمبيض، بدي افكر بعلاج اخذته. طبعا واشيع شيء بصراحه، اشيع شيء حاليا هو المكياجات الغلط عند الستات وعند الشباب. كثير هاي نقطه مهمه بحب نبه لها، اللي بيلعبوا حديد لما بياخذوا هرمون هون في مشكله كبيره بدنا ننتبه لها، بيؤدي لظهور حب الشباب، وبنفس الوقت إذا أخذوا بشكل مفرط ممكن يؤدي لقصور بالخصية، ما عاد تفرز الهرمون أبدا بعدين ويعمل له مشاكل وأمراض مستقبلية. طيب دكتور، يعني متى الشخص يبدأ يروح يعمل
تحاليل عشان يشوف هرموناته في وضعها السليم او لا؟ مجرد يظهر اكثر مثل ما قلت لك من 6 حبات مزعجه ملتهبه محمره منتشره باكثر من مكان، بيراجع طبيب الجلد، طبيب الجلد بيساله كام سؤال وعلى اساسه بيقرر. طيب دكتور، احنا باقي لنا دقيقه، ولكن هل من خطوات يجب ان يتخذها الشاب او الفتاه قبيله ظهور حب الشباب طبعاً، للتخفيف على الأقل طبعاً من وطأته؟ طبعا أولا هاي النصائح والوقاية أهم من العلاج. ما يلعبوا بالحبة. 2، الابتعاد قدر المستطاع عن مثل ما قلت لك الشباب الأدوية الهرمونية. ما يستخدموا علاج والله نصحني جاري فيه أو رفيقي. هون نحن طبعا الاعتدال بالغذاء، الابتعاد عن الأغذية الهرمونية اللي ممكن تكون مهرمنة أحيانا، مثل ما قلت لك عدم استخدام الأدوية الموضعية. كتير ستات بياخدوا كريمات من جارتهم والله بيطلع تركيبها كورتيزون آخر شيء، هاي بتصفي بعدين بتطلع حب شباب. إذا ما نلعب بالحبة، ما ناخد أي دواء أو علاج لبناء العضلات، ونراجع الطبيب بالوقت المناسب. طيب دكتور، عندنا مجموعة أسئلة جاتنا على تويتر من المشاهدين على هاشتاغ صباح أندرسكور العربية. أول سؤال، ما هي مسبباته وطرق علاجه؟ طبعا هي ملخص لقاءنا هذا اليوم. بالحقيقة المسببات أهم شيء تكون الوراثة بتلعب دور بحجم الغدة وإفرازها. الهرمون وأصلا هو من علامات البلوغ، قبل البلوغ بسنة بيبدأ علاجه. يبدأ من علاجات خفيفة، تنظيف بسيط، أدوية بسيطة، لكن أحيانا نلجأ لعلاجات قوية بتتطلب تحاليل ومتابعة بالحالات الشديدة. طيب هل دكتور كيف نعالج آثار الحبة، وهل الآثار تروح من دون علاج؟ الآثار درجات، خلينا نقول الأكنيسكار الندبات بعد العلاج، في علاجات بسيطة من الليزر، من علاج حقن البلازما، لعلاجات ممكن، لكن إذا عميقة بصراحة ممكن نلجأ أحيانا لجراحات بسيطة، طبعا تحرير الندبة من مكانها، وأحيانا ممكن نحقن فيها فيتامينز، أحيانا ممكن نحقن فيها فيلر بتخففها، في حالات بتروح التقشير موجود، لكن في بعض أنواع البشرات ما بنصح فيه. طيب سؤال آخر، بدي أسأل، أنا بشرتي دهنية، كيف أقلل من هذه الدهون اللي تصير بالوجه خاصة؟ طبعا هلأ بالنسبة نحن قلنا الغدة حجمها وتحريض الهرموني بيزيد إفرازها، في أدوية معينة بنعطيها بتصغر حجم هالغدة وبتضبط إفرازها. أهم شيء يا جماعة بالنسبة للصبايا والستات، المكياج ما يبقى أكثر من 6 ساعات. جسمنا بيفرز دهون كل 6 ساعات، لما بيبقى المكياج أكثر من 6 ساعات وخصوصا إذا مسكر المسام أكيد رح يصير في مشكلة. هذا الفونديشن هو اللي بيسكر. أريد دكتور، أريد علاج للتصبغات الداكنة على الجبهة. طبعا بدنا نرجع للسبب، لما بنعرف السبب منعالج. طبعا أهم شيء يا جماعة الواقي الشمسي، نحط واقي شمسي، نبتعد عن الخروج بأوقات الذروة، ونراجع الأخصائي الأمراض الجلدية أكيد رح يعطينا كريم يخفف التصبغ. شكرا لك دكتور سالم، أخصائية الأمراض الجلدية. عفوا.